صباح الخير، كيفكم؟ مزيانين بخير؟ عندكم هانيه؟ كنت كنتمنى تكونوا احسن الاحوال افضل من الاماكن. اليوم ان شاء الله تعالى انا معكم الديف فلوج. المهم جبت لي كره كل فقص هذا يجعلكم كي تشوفوا فق صحيتكم معني بقي مبوقي. اوكي اوكي انا خارجه عندي الاشغال يسرى خارجه في 9 الصباح. المهم قبل ما نطول الفيديو تشتركوا في القناه تخليوا لايك بارطاجوا مع صحابكم دعيكم ليتس كيتزا كيتزا وصلنا العلم. انا ماشي متيقه ماشي متخيله انني قضيت الغرض ديالي بكل سهوله. ايزي بيزي ديال المسكويت اول مره كيحضر لي زهر. دابا باقي لي نصرف ديك الكود وديك الشيء ديال التيسير كنعمل دابا انا خصني نصردو لبا باش نتحسب على با. حيت في الاول اللي قال لي تقدر تعادلو بوحديتك عام من بعد قالوا لي لا تقدر. دابا باش نحاول نحدد عندي شغل هنا ماشي شغل صراحه شنو هي الشغل اللي ديالي انا اي شهر وبس والله نمشي وفي نفس الوقت غنشري حوايج فغنوريكم وتختاروا معايا يعني مبوقي. صافي بالمناسبة باش نوريكم الأوتفيت ولكن ناقص خصني كابا وسبادرينا ديالي وهاي معاكم يسرا من الخدمة اللي عاد تحيد حوايجها باش تبدل حوايجها باش تعمل بيبيسي. حبيت هاد المراية بيني يما قالت لي خصني شي واحد خوتي اللي كان عندي أنا خصني نعمل البيت ديالي هادشي مغسلكش بيدو بقاو معايا ديك الساعة نوريكم داكشي اللي نقدر ندي وقتها بقا معرفاش. البنات لبست هاد اللعيبه وانا لبست غير صدفه وكذا بليك كان قايس الحوايج اللي انا نعملهم بي مي حبيت كاش كتجي انيقه. المهم ما تجي شي مع ستيل هذا خاصه الثروه اللي يكون مزيره على هيدا ولكن نشوف شحال انيقه من اللي حبيتها صراحه والله حتى حبيتها ندس اب. دابا نمشيو للفيلاريس باش نصورو حيت ما عجبتنيش الاضاءه هنايا ونمشيو نبدلو بلاصه بيدو تلاقاو هي محليا جبرتونا فيلا ريسيك وكنعملو تصويرات من كبردينا ديك الاشياء لابسه وحده ومن هادشي التصويرات شي فيديوز مزيونين. شوفوا الجو خريفي الطبيعه هنا جميله. خبركم انا اول مره كنجي هنا بحال ما ساكنه شي في طنجه انا كائن حي ما نعرف لا جبرتونا في كورنيش ناري جو كيحمر فين هو الجو دابا سالينا عنشوف كان هنا في التنقص عيني ما قدرتش نكملو نجبر اي كانت غنوريكم البحر مالكم من بنات ماشي نفس النهار ولكن غنكملكم على الفلوق حيت داك النهار هذاك ما قدرتش نجلس مع الطلاب بزاف تاع المغرب يعني ما عملت والو باش نبارطاجي معكم مي تداي نكملكم على الفلوق وشوفوا تقص دير رجع فيا كنهز التليفون في الزنقه ايوا عاد غنكملكم على الفلوق وغنوريكم الحوايج اللي جبت داك النهار هذاك بالضبط حيت ما وريتهم لكم شي غنوريكم الحوايج اللي عم شي نشريهم اليوم. شوفوا الاوتفيت الاوتفيت مبدل على داك النهار كنت بغيت نلبس نشري سبادرينا بحال هايدا راكم راني ما جاتش قدي 100 درهم البنات كيحمقوا لك الطايه فيهم باقا حد 35 وانا واقيلا كنلبس اكثر ما راهش حاسه براسي 35 كتجي قدي. شوفوا البنات راني جيت عند مول 5 دراهم مع مو قاش ما جيت ما خليتش ما شريت ما خليت ما ديت نمشي للدار ونوريكم شنو ديت ولكن راه عندي بزاف ديال الحاجات جداد. هاد المطعم شعبيه البنات باش الناس ونوريكم شنو طلبنا الا كنتي ناعسه وخدا الجو نص اخرى ديالي ايوا نسيت نطلب زلافه الحريره بنات هو الطلب ديالنا وصال وزياده وشلاضه دايره وداك الشيء. المهم الدغميره الدغميره شوفوا كلشي على الدغميره. جيت للدار جبرتها خاويه كتصفر من بنادم حيت اش عندنا العرسيه الحومه حنا ماشي معروض في طبعا والعيال خرجوا كاملين بيوت تفرجوا في دقه مراكشيه وديك الشيء ما جبرت حتى شي كائن حي. كنعيط نسرينها عبد الله نعمان حتى شي واحد وعاد دابا اجبرتهم ادخلوا الغزلان عاد شاف الرافونه. المهم نوريكم مشترياتي ونوريكم حتى الحوايج اللي شريت ديك النهار اوكي كنعمل لكم جوله في الدار في نفس الوقت. هاي نسرين الدلعه هادني ما كتدخلش في الزنايق هاي الو بنات نوريكم مشترياتي اول حاجه من مشترياتي راني شابره بها التليفون بس نوريها لكم الاخر تدخل تورتيه والبيتزا دائما كنشريهم الناس اللي متبعيني في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام يعرفوا زعما هادي شريتها حيت ملي كنشريو ديك كبيره كيبقى فيها ما كتصع بعض المرات ما كتحتاجش كامله كتصدق كتعمل شويه تخلي شويه اللهم هادو الشتيتين كيكونوا عمليين هاد الصابون هذا ريحه الخزامه وديك الشيء. المهم بدا شريت هادو شريت هاد الحار نوريكم شي شريت بديم وضامر شريت هادو شريت جبن الصابون هادي البنات واعره بزاف الا جبرتوها عند صحاب 5 دراهم ديوها
التون هذا شنو اسمه مشروم الفطر شامبينيون هذا شريت هذه الاجبان مجبنه اختي حيت كنحتاجها في التجارب ديالي بزاف كنصدق نهار ما نشري واحده جديده معلاش شريت هادو ودابا غنوريكم ادزو شنو نوريكم الحوايج اللي شريت البارح ما شوفوا لي شري جريت باقي مره نسيت ما كنبقاشكم على بلاصتكم غير اضاءه مزيونه تشوفوني ونشوفكم اذا عجبكم الفلوق لحد الساعه عملوا لايك قولوا لي شنو نصوركم في التعليقات حيت ما عرفتش شنو نصور لكم بالضبط غير صور التحديات تجارب الاكل وديك الشيء هذا كامل كنعرفوا قولوا لي شي حاجه نتوما خصكم منا تقدروا تدعموا الا صورت لكم اوكي بيبيز وما عليكم ان الملاطي تما وكدا انا كنتوما عارفين اني راه كاش عامله شنو كنصور لكم انا شنو كنصور لكم دائما كنصور لكم الحياه الواقعيه اوكي هي الصاله ديالنا هذه كنعدلها لهم هاي كنعدلها حيت كيبقاو يزطموا برجلهم موسخين وكدا على كداره تقريبا كداره كان عندي فرشيته الزربيه عندنا فرشين عليها ملاطي حنا فهمتي حيت الدار ديالنا حيت حنايا بزاف بينا من ابرز الاحداث اللي كتوقع في هاد الدار هو انني ما جبرتش الحوايج ديالي حيت الدار ديالنا كتلف ما جبرتش الحوايج عاد شريتهم ما جبرتهمش ما كاينين في بلاكار ما كاينين في الدار الو بنات نوريكم شنو شريتي لكم كيزا كيزا المهم ها هو هي اصلا تكون باينه من الصوره تكون باينه من الصوره بس يا الله نعمل لكم شريت لكم الاشياء الجديد خصوصا باش نبقى نصور لكم الاشياء في يوتيوب هذا حيت اللي كان عندي ستيتو وزيد نتهرس اصلا نوريكم الاذان كيأذن الله اكبر كبيره وين ها هو سيري اذن ها هو البنات شوفوا ايه هرستو ايه يدق ايما شوفوا عادي والله انا هادشي مبقاش عادي شوفوا هادشي مبقاش عادي المهم هو كيف كيكون وانا بلاصت ما نجر من هنايا والكالخ يا لطيف والكالخ ايوا والكالخ المهم راه كيتجر وكيطول المهم فهمتوني نتوما اصلا تكونوا فهمتوني ها هو الرجلين ديالو هادو ماشي اي معليش نتوما عارفين انا يسروها فهاوتي فين جات اشوفوا هادي نورمال مقصود طلع ما كان شنو هادشي هذا وصافي خسرت وما عليكم الكالخ اللي فيا راه كيطول كثر كيطول حد الوقفه ديالي هيدا دابا انا هادي تيقوني بلي يلاه اكتشفتها ما كاينش صحابي الله بلي كيطول كثر من هادي سوري المهم راه المهم هو اللي شريت دابا نوريكم حوايجي البنات اللي كتعرف تزغرد تقول له لولو اللي كتعرف تزغرد زيد نوريكم الحوايج اللي اخترت البارح اختاريت هاد المونطو هذا شوفوا كيجي الصيفات عنده 4 طبعا هنايا كولور ما عرفتش علاش كيبان زرق حيت ما كاينش الاضاءه معوطه البنات فيه اللي جبد الرينغ لايت مع الدرون يلا دخلت من داخل وعنده الخيط شو انا نلبسو نوريكم كيفاش ملبس المهم بنات هو كيفاش كيجي ملبس عنده من هنايا كمام وعنده هاد الديتيلز هادو وكيجي طويل انا نوريكم نتي نضرب لكم دوره هيدا اوكي ها واش كيجي البنات كيجي طويل وعندو شراوط ونوريكم الحاجه الثانيه البنات واعره بزاف شو انا نخليكم التصويره المونطور هي التصويره واضحه يعني فشل في داكشي حيت دابا ماشي واضحه حتى اللون وداكشي كامل كيبانش وغنخليكم حتى التصويره ديال الكميجه هادي البنات اللي ميمكنش شحال حبيتها شحال كتجي مرتبه شوفوا او ما عتبالكمش هنايا وحق انا غنخليكم هنايا واحد الفيديو بها ونخليكم حتى التصويره بها شوفوا شحال كتجي مزيانه المهم الصوره ديالها هادشي كيفاش كتجي كتجي هكا من هنايا كامله في الصيفات انا نخليكم تصوروا وتشوفوا المهم البنات كان هذا اول فلوق حيت انا اول مره كنعمل فلوق قولوا لي واش عجبكم ولا لا قولوا لي واش مكثر لكم فلوقات ولا لا مملين عطيو لي الملاحظات ديالكم وما تنساوش تكثروا لي في التعليقات حيت عارفين انا صاحبه على اليوتيوب وبيزوات اللي باقي ماشي مشترك في القناه تشترك في القناه قولوا لي المحتوى اللي كتفضلوا اي لاف يو سو ماتش شكرا بزاف لكم شكرا بزاف لكم حيت كدعموني في هذه القناه حيت كنشوف المشتركين ديالها كيتزادوا كذا واخا انا زعما ما كنبوستش فيها بزاف كذا ولكن دابا غنقرر نركز عليها اكثر واكثر فشكرا بزاف للدعم ديالكم مسبقا اي لاف يو سو ماتش نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد اي لاف يو